نحن بإزاء حديث مجهول تعرض للإخفاء والطمس في المصادر البكرية، لكنه أفلت في من نقل عن بعض هذه المصادر، وهذا الحديث في منتهى الخطورة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يصف فيه عمر بن الخطاب بماذا؟ شنو تتوقعون؟ والحديث بكري ترى بالمناسبة، الحديث بكري، طريقه بكري، مصدره بكري، ولكن الذي فيه خطير جدا، لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يصف عمر فيه بأنه فرعون هذه الأمة. لما سأله عنه أحد بررة أصحابه صلى الله عليه وآله، وهو سيدنا أبو ذر رضوان الله تعالى عليه، هو شخصيا توجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسأله عن عمر بن الخطاب، فقال هذا فرعون هذه الأمة. طيب، كيف المسلمون لا يعرفون هذه الحقيقة؟ لأنه لا يوجد تداول جدي لمثل هذه الأحاديث وبيان مصدرها وأسنادها وألفاظها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل ولا توجد جرأة على طرحها عادة في الملأ العام كما نفعل نحن. 20 سنة أيها الإخوة ونحن نجاهد من أجل إبراز هذه الحقائق الدفينة وإعادة إحيائها وكشفها لأمة الإسلام حتى تهتدي وتصحح طريقها، حتى تعرف من تتولى وممن تبرأ، وتعرف كذلك حجم المؤامرة والخديعة والتلاعب الذي جرى طوال هذه القرون لإخفاء هذه الأحاديث ومحوها. شوفوا إخواني، عندنا عالم من علمائنا وهو السيد هاشم البحراني رحمه الله. هذا الرجل له كتاب عنوانه غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام. هذا الكتاب مطبوع موجود متداول الآن. في هذا الكتاب نقل أحاديث من مصدر بكري. شنو اسم ذلك الكتاب البكري؟ كتاب سير الصحابة. لمن هذا الكتاب؟ هو لم يقل ممن، لمن هذا الكتاب؟ السيد هاشم البحراني ما قال، فقط عبر هكذا، قال: ومن كتاب سير الصحابة لبعض رجال العامة. ما هذا لفظه؟ ما صرح أنه من هو صاحب هذا الكتاب، على دأبهم أحيانا أنهم لا يذكرون اسم المؤلف لشهرته مثلا في ذلك الزمان، بس مجرد يقولون لبعض مثلا أهل العامة لكذا أو لصاحب كتاب كذا من هالقبيل. يعني نقل أخبار من هذا الكتاب، عدة أخبار. هذا الكتاب نحن حققنا فعرفنا اسم صاحبه. أين وجدناه؟ في فهرسة كتب بعنوان كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمن؟ للمؤلف الشهير بحاج خليفة أو كاتب تشلبي. هذا رجل عثماني، يعني تركي، كان عثماني في الحقيقة، نفسه هو مشهور بهذا الاسم وهذا الاسم، تمام. هذا صاحب كتاب كشف الظنون. هذا كتاب مثل الفهرسة، مسجل الكتب المؤلفات وأصحابها، يعني كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، صحيح؟ هذا حاج خليفة أو كاتب تشلبي
هذا توفي قبل 400 سنة تقريبا بالمناسبة، يعني كان معاصرا لأيام العلامة المجلسي، مما يعني أن المؤلفات التي أدرجها في كتابه هذه المؤلفات كانت سابقة على عصره، يعني أيضا ربما بقرون، ربما لاحظتم كذلك يعني. فلما طالعنا هذا الفهرس وجدنا كتاب سير الصحابة هناك، وذكر مؤلفه من هو، قال: سير الصحابة والزهاد والعلماء العباد. هذا العنوان الكامل للكتاب. سيد هاشم البحراني بس كتب شنو؟ سير الصحابة لبعض أهل العامة أو رجال العامة، ما ذكر الاسم الكامل للكتاب. هذا الاسم الكامل، سير الصحابة والزهاد والعلماء العباد. وهنا ذكر اسم المؤلف، قال: لأبي محمد عبد السلام بن محمد الخوارزمي الأندرسقاني، إن كنت لفظت الكلمة صحيحة أو النسبة صحيحة، الأندرسقاني هكذا، المتوفى سنة. هنا وضعوا نقاطا في المطبوع الموجود، ليش ربما كانت السنة غير متضحة، شيء من هالقبيل، الله العالم. بس هنا هذه فائدة مهمة، قال: أخذه من 100 مجلد. يعني هذا المؤلف صاحب كتاب سير الصحابة جمع في موسوعته هذه حول سير الصحابة، جمع أحاديث من 100 مجلد، شيء عمل موسوعي ضخم يعني، تمام. طبعا هذا الكتاب الآن سير الصحابة مهما فتشنا عنه لم نجده، اختفى. لماذا؟ لهذا السبب، الرجل هذا كان أمينا في النقل، ينقل كل شيء حول سير من يسمون بالصحابة، سواء كان لصالحهم أو لم يكن لصالحهم، ومثل البقية عندهم عملية فلترة، عرفتوا؟ ما عندهم أمانة علمية، تصلهم روايات وإن كانت حتى صحيحة عندهم، بس شي يسوي مثل ما قال أحمد بن حنبل، أي رواية فيها إساءة للصحابة وإن كانت صحيحة اشطب عليها، اشطب عليها، اضرب، إني لأضرب، يقول، على كل حديث، على غير حديث فيه على أصحاب رسول الله شيء. أصلا انتقد، تخيل، انتقد مالك بن أنس اللي هو شيخ شيوخهم على ماذا؟ على أنه لماذا أخرج حديث الحوض. شنو حديث الحوض؟ هذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله يتنبأ، يقول: عامة أصحابي سيرتدون، فأقول: يا ربي ما بالهم؟ يقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، يؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهنم. هذا مع أنه مالك روى الحديث مخففا، لكن انتقد على ذلك، أن كيف خرجت هذا الحديث وهذا فيه ما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف حتى هذا الحديث اللي ما بأسماء، ما بشيء، شيء عام، ما تحملوا. فأتريد لحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصرح وبالاسم أن عمر بن الخطاب هو فرعون هذه الأمة، تريد لهذا الحديث أن يبقى؟ طبعا الفلترة البكرية تأتي وتجتهد وتشتغل وتشغل التيربو بعد، مثل ما يقولون الفلتر تيربو يشتغل، أنه بأي طريقة لابد هذا الحديث يمحى من الوجود. صاحب سير الصحابة كان أمينا في النقل، نقل كل شيء، ومنها هذا الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. ما هو هذا الحديث الخطير؟ قال: أخبرني وهب، قال: أخبرني إبراهيم بن معلى، قال: حدثنا موسى بن بكر،
قال حدثنا عبد الله بن موسى بن سهل العبدي عن كثير بن صالح الهجري أن أبا ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن عمر بن الخطاب فقال عليه السلام، ما كتبوا صلى الله عليه وآله أو صلى الله عليه وسلم، كتبوا عليه السلام، هذا اللفظ لفظ الحديث. فقال عليه السلام واكتموا، بداية الحديث جاءت هكذا واكتموا، يعني أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وآله عن عمر ما تقول في عمر بن الخطاب، فأول شيء قال له واكتموا. شايف شلون؟ زين، راح نرجع لها إن شاء الله بعدين. قال واكتموا إنه فرعون هذه الأمة، لا تخبروا بهذا من لم يحفظ العهد في علي عليه السلام. حديث في منتهى الخطورة، بالفعل حديث خطير. زين، لست الآن في معرض المناقشة السندية لهذا الحديث، انتبهوا جيدا حتى لا يأتيني أخرق أحمق من حمقائهم وممن ابتلوا بالخرق والغباء فيقول هذا الحديث في سنده هذا الضعيف، في سنده هذا المجهول، فيه مجاهيل، فيه كذا في كذا. أنا ليس موضوعي هذا الآن، أنا موضوعي هذا الحديث، لماذا أخفيتموه؟ المصدر لكم، والمؤلف المؤلف والمؤلف منكم كما ترجموا له، صحيح؟ وقد أخذ هذه الأحاديث من 100 مصدر أو 100 مجلد. لماذا هذا الحديث الآن غير موجود؟ أين ذهب هذا الحديث؟ من الذي أعطاكم الحق في أن تتلاعبوا بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله إلى أن تطمسوها وتدفنوها دفنا دفنا؟ يعني لو أن السيد هاشم البحراني لم يطلع على كتاب سير الصحابة في زمانه ولم ينقل منه هذا الحديث، كان نحن إلى الآن ما عرفنا هذا الحديث ولا أحد مكتشفه إلى يوم القيامة. لكن رحمة من الله ورأفة أنه جاء هذا السيد ونقل كما نقل من كتبنا، نقل من كتبهم. ومعقول كتاب موسوعي بهذه الضخامة سير الصحابة لهذا الرجل الخوارزمي لا يبقى له أثر؟ أين ذهب؟ طبعا ربما يوما ما واحد يروح يعثر على مخطوطة هنا أو هناك إذا فتش جيدا ووفقه الله تعالى لذلك، ولكن غالبا الكتاب الآن لم يعد له أثر. أين ذهب مع أحاديثه؟ أحاديثه بالمناسبة كما قلنا ليست كلها في نفعنا، بعض الأحاديث في نفعنا، بعض الأحاديث ليست في نفعنا. تبقى هنا بعد مناقشة علمية سندية متنية، هذا موضوع آخر طور آخر، ولكن أنت ليس لك الحق في إخفاء هذه الحقائق، أنت مؤتمن على الحديث. أنت إذا كنت محدثا، إذا جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عليك أن تحترمه فتنقله وتؤدي كما أدي إليك بلا زيادة ولا نقصان ولا تلاعب، ما تحذف الأحاديث بكيفك حتى وإن كانت لا تنسجم مع خطك المذهبي. الآن نحن في مصادرنا الشيعية عشرات الأحاديث التي لا تنسجم مع خطنا المذهبي، ما تنسجم، ولكنها تجدها في كتبنا موجودة كما هي، حرف واحد لا يحذف منها. تشوف عندنا ظاهرة فلان وفلان وكذا وكذا في كتبنا، غير موجودة هذه الظاهرة. من يأتي من بعدهم وينقل، ينقل كما رأى، كما حدث، كما سمع، ينقل من المصدر كما قرأ، ما يتلاعب بشيء. أما القوم هناك في المقابل ما عندهم ذرة أمانة علمية واحترام مع الأسف،
لذلك هذا الحديث غير موجود.